السلام عليكم. كيف تيقولوا فرنسا طاح عليها البق، حشره صغيره نوضت الراب في فرنسا ودارت لهم البلبله ورونتهم وخلقت لهم ازمه من نوع خاص. فرنسا حاليا كتعرض لغزو لحشره البق اللي انتشرت على نطاق واسع في كل الاماكن العموميه والخاصه في فرنسا، وبالضبط في العاصمه باريس، في المحلات التجاريه، السينمات، الاوتيلات، المطاعم، محطه المترو وحتى الديور. هذا الغزو ديال هذه الحشره ولا كيتوصف بالكارثه اللي ولات كتهدد السكان الفرنسيين. بحسب تقديرات اكثر من 1.5 مليون دار تم الغزو ديالها من طرف البق، وكاين مخاوف اللي يتسلل هذا البق عبر الحوايج البال اللي كتدخل المغرب. وكيف تيقولوا فرنسا طاح عليها البق. خلونا ارائكم وتعليقاتكم حول هذه الحشره، واش خصنا نخافوا ولا يوصل لنا هذا البق من فرنسا؟ وما تنسوناش تابعونا على قناتكم، قناه ميكرو مغربي.